هذا الأخ زايد يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تيمم من ضربتين؟ نعم، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التيمم ضربتان، تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين. ولكن الحديث الذي أصح منه أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربة واحدة قسمها بين وجهه وكفيه، وهذا هو الأرجح والأصح، ومن تيمم بضربتين جاز له ذلك. نعم.